وجودنا النهارده ومشاركتنا النهارده في الفعاليات والمنتدى ان احنا بنوضح للناس اللي موجوده معانا وللخبراء المتخصصين في المجال العقاري اهميه شركه مصر اداره الاصول العقاريه في انها بلاير قديم جدا موجود في السوق وبيمتلك حوالي 9000 مفتاح لوحدات سكنيه واداريه في مناطق متميزه، وان الفتره اللي جايه هيبقى فتره لاعاده احياء منطقه وسط البلد في مدينه القاهره، واضافه خدمات هيكون من شانها زيادة الإقبال على منطقة وسط البلد كمنطقة سياحية. منذ البداية بتاعتنا في 2015 وإحنا هدفنا الأساسي إزاي ندعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر وإزاي ندعمهم عشان يكبروا البزنس بتاعهم عامة. بنعمل ده عن طريق حاجات تقديم حلول ليهم، الحلول دي بتساعدهم إن هم يديجيتايزوا قنوات الدفع بتاعتهم وقنوات الديسبيرس بتاعتهم، فبالتالي يعرفوا يمانجوا البزنس بتاعهم من الفاينانشلز او من الجوانب الماليه بتاعتهم بطريقه افضل. الحقيقه انا متابع القمه دي اعتقد ثالث سنه ليها، انا شايف تطور ممتاز بنعرف بيه اللي حاصل اليومين دول، لان هو مختلف عن يوم عن يوم الحقيقه، مش سنه عن سنه. احنا بنتكلم على تطور تكنولوجي مرعب في مصر وغير مصر طبعا، البلاتفورمز زي ما بيسموها التكنولوجيه، سواء من باي ناو باي ليتر اللي هي اشتري دلوقتي وادفع بعدين، الاونلاين بيمنتس، كل الحاجات دي كلها هتعمل تطور مرعب بالنسبه للتجاره سواء التجزئه او الكليه. فبعتقد ان ده يعني مؤتمر مناسب جدا لشرح ده عشان التجار، اولا نشكرهم على طبعا وجودهم هنا في مصر في ظل ظروف هيئة مش سهله ابدا، بس كمان بنعرفهم بالجديد اللي هم لازم يتبعوه لان الدنيا متغيره جدا. منتدى ميلي الدورة الثالثة دي من أهم الدورات صراحة، دورة متقدمة أكتر، فيها مش فيها بس صناع التجزئة أو صناع التجارة الداخلية، بل بالعكس فيها شركات اللي بتدعم الصناعة دي عشان تثبت أقدامها على الأرض أكتر وأكتر من هي ثابتة. من مميزات برضو الدورة دي إن فيها تكريم لتجارة التجزئة أو بعض الناس اللي بتشارك في تجارة التجزئة، ودول بالنسبة لنا جندي مجهول في الصناعة دي، لأننا ما نحسش إحنا بعدم توفير المنتجات في عز الأزمات، واللي بيعمل ده فعلا هم صناع تجارة التجزئة، فدي من أهمية الدورة دي خاصة عن الدورة اللي فاتت كمان. هدف القمة كل سنة إن إحنا نجمع كل ما هم زي ما تقول أعمدة صناعة الريتيل أو تجارة الأجزئة في مكان واحد في منبر واحد لمناقشة كل أهم القضايا والمشاكل اللي بتواجه من حيث التجار، من حيث المطورين للمراكز التجارية، للمولات، كذلك الجهات التمويلية، جهات الحكومية، بيبقى في تواجد لكل عناصر الريتيل او تجاره التجزئه في مصر. السنه دي عندنا حاجه مختلفه، ان احنا خلقنا جوائز للناس التي كانت متميزه في تقديم الخدمه للمستهلك، فقدرنا النهارده نقدم في كل القطاعات، قطاع الاجهزه الكهربائيه، قطاع بوابات الدفع الالكترونيه، قطاعات الملابس، كل حاجه، كل القطاعات النهارده في شركات منها بتكرم على مجمل أدائها ومجمل أعمالها، فهي النسخة دي بيميزها إن هي سميناها نسخة الجوائز. قمة أنا شايف إن هي قادرة تجمع عدد كبير من الشركات التجزئة الهامة جدا في مصر، مهم جدا إن المسؤولين عن الشركات دي يتجمعوا ويتكلموا مع بعض على إيه الترندز اللي الماركت رايح ليها، وإيه الحاجات اللي احنا او الخطوات المفروض كلنا نبقى بنتحرك لها علشان نقدر نواكب التطور الكبير اللي بيحصل في قطاع التجزئه وقطاع الاي كوميرس بشكل عام. قمه يعني كويسه جدا السنه دي، احنا بنناقش مواضيع كتير دلوقتي ريليتد للريتيل ماركت مهمه زي الاي كوميرس. يعني الاي كوميرس دلوقتي بقى حجمه كبير جدا في مصر، وبقى الاتجاه السياسي والاقتصادي كله بيحاول انه
ينميه اكتر، لان سمح لعدد كبير قوي من الريتيلرز اللي قبل كده ما كانش ليهم مساحه في الماركت ان هم يخلقوا لنفسهم مساحه اكبر من خلال المنصات الالكترونيه. وده موضوع بقى الاستثمار فيه جذاب جدا بالنسبه للجهات الاجنبيه والمصريه بنفس الدرجه. I'm impressed. المكان هايل، التنظيم هايل، وحاسه ان هي فرصه جميله لكل الريتيلز ان هم في مكان واحد. وبينج على بانل واحده مع دكتور ابراهيم عشماوي والحديث بيننا وبين الحكومه اللي دايما مفتوح، ازاي انيبل السيكتور بتاع الاي كوميرس وازاي يدعمونا ويخلونا نكبر، ده بيخلي الواحد بصراحه متشرف بكبر الصناعه في مصر وقد ايه الحكومه بتنيبلت. فبصراحه حضور مشرف جدا جدا.